اهلا وسهلا حبيبي وصحابي، معاكم ندى عالي خبيرة الابراج وعلم الفلك. هتكلم معاكم على مواليد برج العقرب. عامل ايه برج العقرب؟ كل سنه وانت طيب. وقبل ما اتكلم مع برجك، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع قناه بي ام جي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للايك للقناه. برج العقرب، تغيير صورتك في ذهن الشخص دوت، شخص على طول بيفكر فيك ندمان جدا انه سابك، او انه هو خسر، انه هو معرفش يحصل عليك بشكل كان. في علاقة روحانية ما بينكم، في تخاطر ما بينكم، تخاطر كبير جدا. البعض منكم عنده مشاكل غيرة وشك من ناحية الشريك، او العكس، او هو اللي عنده غيرة وشك، يا اما الشريك هو اللي عنده غيرة وشك من ناحيتك. كمان الشريك تعبان جدا نفسيا معاك يا برج العقرب. بيسعى دايما يا مواليد برج العقرب للهدوء. نجمك كمان هيسطع الفترة الجاية، بيحاول يعمل، انت بتحاول تعمل مديتيشن او تعمل هدوء، تغيير جذري لعلاقتك ما بينك ما بين الشريك، ولكن الشريك دايما عنده حالة نفسية من الفجوة او من المشاكل النفسية اللي ما بينك ما بينه. كمان يا مواليد برج العقرب، عندك اشارة داخلية بتسعدك لما بتحس ان الشريك حاله هدي وان اتغير تماما فلكيا 180 درجة. البعض منكم عنده رسائل كتيرة جياله من الخارج، ومنتظر قدوم او عودة احد من الخارج الفترة الجاية. مواليد برج العقرب، عندكم حسد شديد جدا، عندكم طاقة حسد شديدة جدا. البعض منكم هيتعمل له سحر من طرف الام او من طرف الاهل والعائلة للخضوع لحياتهم، يعني تبقى خاضع لامك او لابوك او لاهلك في نوع من الطاقات دي، او والدتك هتعمل لك تخاطر يخليك خاضع ليها والرأيها. البعض منكم هيعمل تفرقة ما بينك ما بين اخواتك او اخوك، ولكن والدتك هتقف في الموضوع ده يا مواليد برج العقرب. ممكن البعض منكم كمان عنده حاجات حلوة بالخير، كمان في نصرة قوية جدا هترفع راسك فيها، وفي مكالمة هتغير لك موازين حياتك. البعض منكم هيغير الفترة الجاية عمله او شغله، الدنيا عندك هتتغير الى حد ما، وفي البعض منك بينكم في تنافس او امتحان او اختبار، في نجاح لبعض مواليد برج العقرب في الثانوية العامة، او حد منتظر نتيجة او فرحة الفترة الجاية بامر الله يا مواليد برج العقرب. كمان عندك صلح حلو جدا، وعندك وثائق مالية هتجيلك او مبلغ مالي هيجيلك الفترة الجاية. كمان هتروح تجري تعمل مديتيشن لجسمك. البعض منكم ممكن هيلجأ للسباحة، هيلجأ للتمارين الرياضية، او للذهاب الى الجيم، او للعرض على دكتور. في بعض التحاليل هتعملها الفترة الجاية مواليد برج العقرب، ممكن تحاليل دم او ما اشبه. بعض منكم عنده مشكلة في الصحة، هيبقى محتاج فيتامين او محتاج غذاء قوي لتقوية عضلاته وجسمه وبنية جسمه، لان هيبقى ناقصه مشاكل في الفيتامين الفترة الجاية. بعض منكم عنده مشكلة في المعدة ممكن تكون متسببة ليه في امساك، حاول نستشير دكتور في المعدة عندنا وفي اكلنا الصحي. في امرأة فظيعة بتحاول تفرق ما بينك ما بين اخوك، عندها غيرة وحقد وغل طبقي. الامرأة دي هتكون من اهل الاب او من اهلك عامة، من دمك، تحاول تفرق ما بينك ما بين امك واخواتك يا مواليد برج العقرب. انت عندك شكوك وظنون غريبة جدا الفترة دي يا مواليد برج العقرب. وكمان البعض منكم عايز يروح يعيش مع حد من اسرة اهل الاب، ولكن اهل الاب دول بيحاولوا يأذوك الفترة دي، حاول تبعد عنهم، ما تقربش من اهلك قوي يا برج العقرب، لان الاذية جايالك من دمك. كمان في مفاجأة من العيار التقيل، هتكشف لك حاجات كتيرة، والوشوش الوحشة اللي بتواجهها دي هتتكشف لك يا مواليد برج العقرب. البعض منكم عنده في ناس عايزة تغرقوا، او ناس بتهدف لان هم ان هو ما ينجحش او ما يطمحش او ما يطلعش او ما يعلاش درجات لفوق.
في أزمة هتتخلص منها، البعض بينكم عنده سفر وأصحاب جداد، عنده سفر لأماكن ساحلية كتير الفترة الجاية. مواليد برج العقرب كلكم والقوس عندكم سفر كتير الفترة الجاية يا مواليد برج العقرب، ومواليد برج القوس كمان عندكم سفر كتير، سفر لأماكن ساحلية، هتغير طاقتك، هتغير مديتيشن لطاقتك، وهتغير حياتك خالص. البعض منكم هيدفع مبلغ مالي من 11 أو من 10 لأماكن في عمله، والبعض كمان منكم هيدفع مبالغ مالية أو هيدفع له مبالغ مالية. جايلكم مناسبة حلوة، جايلكم خروج مع بعض الأهل والأصدقاء، وجايلكم حاجات حلوة بالخير يا مواليد برج العقرب. بعض منكم هيتعمل له سحر الفترة الجاية، هتكون من منتصف يوم منتصف شهر 7 لحد شهر 11 أو 10، هيبقى فيه سحر شغال الفترة دي. كمان في البعض مواليد برج العقرب في تصالح تجاه الشريك، وعندك مشاعر، وعندك كمان اني انت بتشك في الشريك. العرب ما بيحبش النوع اللي ما بيحبش الكذب العرب خالص. عندك حياة حلوة، حقائق هتعرفها. في طرف تالت في حياتكم بيبوظ علاقتك مع الشريك، وانت كمان عفوا بتكره الكذب جدا، والتزوير في الحقائق اللي انت بتكرهها ديت، او التزوير في الكلام او التغيير في الكلام، بتكره جدا الكذب. فكل الحاجات دي اللي هتصدر انت بقدر الامكان هتفوق منها، وهتغير الكلام ده مع الشريك، وهتاخد وضع حاسم مع الشريك. البعض منكم عنده فرحة في ارض البيت بمولود جديد او بمبلغ مالي قادم، او تغيير لعتبة جديدة بعض مواليد برج العقرب. ممكن يكون التغيير ليك او للام او لاحد القرايب. كمان عندك تجاه الشريك قرار حاسم يا مواليد برج العقرب. اتبعوا صحتكم الفترة الجاية، اتبعوا التمارين بتاعتكم الرياضية اللي بتتبعوها، ابعدوا عن القال والقيل في العائلات، وابعدوا عن بعض الاهل من القرايب او من الدم، لان في تفرقة بتصدر او بتحصل من ناحيتك ومن ناحية امك يا مواليد برج العقرب. عودة لأهلك أو أحد من الخارج في زيارة حج أو عمرة الفترة اللي فاتت، وهيعود الشخص ده من الخارج. وانت كمان عندك إن شاء الله السنة الجاية هيكون عندك زيارة للاعتمار حج أو عمرة بأمر الله الفترة الجاية مواليد برج العقرب. كمان عندكم حاجات حلوة بالخير جدا، الحسد اللي في جسمكم هيخرج بأمر الله الفترة الجاية، وتعمل مديتيشن عن طريق البحر وعن طريق سفرك للأماكن الساحلية الفترة الجاية على العيد يا برج العقرب. أشوفكم على خير، كان معاكم ندى عادل خبرة الأبراج وعلم الفلك.